الله يبارك فيك ويسلمك ويعافيك. أشكركم على الحضور، شرفتونا وحياكم الله. أبارك حق عيال عمي، وأبا أقول لهم ألف مبروك، خير ما دبرتهم، والله يبني بيتهم وفالهم إن شاء الله ولد. وأرحب بالجميع ويا مرحبا مسألة فيهم. والزواج شيء زين، وأتمنى من الشباب اللي ما تزوجوا الحين لحين يعني يكملون نص دينهم. أن بعد أن ذي بدء أبناء شاهين بتال المعاضيد، وهذه مناسبة سعيدة ومناسبة طيبة، وحفلات الزواج حفلات تعارف وتقارب، ويعني فيها رحمة وفيها صلة بين الناس. وحفلات الزواج أيضا يعني تدعو الآخرين الأعزاب حقيقة. أول شيء نبارك لهم بالزواج، الله يرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. والإنسان متى ما شاف نفسه قادر على الزواج كناحية قدرة مالية إنه يفتح بيت ويكون مسؤول عن بيته ويكون قد المسؤولية في تعامله مع أهله، بالعكس إحنا نقول له روح وتزوج وكمل نص دينك. الزواج عبارة عن مسؤولية، ومسؤولية مش في قصة بس والله أنا وزوجة، لا، بيكون عندنا إن شاء الله عيال، بيكون عندنا حياة مشتركة فيها تفاهم فيها انسجام. مبارك حق اخواني، مبارك مهنة، الله يبارك لهم ويبارك عليهم ان شاء الله، يرزقهم الذرية الصالحة، والله يوفقهم في حياتهم ان شاء الله الزوجية. وانصح الشباب ان شاء الله يحذون بحذوهم ان شاء الله، مبارك لهم ومبارك حق جماعتهم جميعا. مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا فيكم، وابرك الساعة انكم جيتوا وصورتوا. بخصوص الزواج انا بارك لهم، والله يوفقهم ويكتب لهم الذرية الصالحة ان شاء الله، ونتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. الله يبارك لك يا شاهين، تستاهل ان شاء الله نشوف عيالك، تستاهلك الطيب يا اخي، ما شاء الله ما توقعت ان المكان يصير كذي، اول مره من البحرين، اول مره يقطع، والله يهنيكم ان شاء الله ويهني الباركي، تستاهل. نشكر الجميع على حضورهم، والله يجزاهم خير، وفال بشرى ولد ان شاء الله المعرس. والله مبارك عليهم الاثنين وعيال عمنا مهنا ومبارك، والله يناهم من البحرين متعنين، مبارك لهم بهالزواج الطيب ان شاء الله، الله يبارك لهم ان شاء الله.
أخذها هني عيال أختي مبارك ومهنة، عيال المرحوم شاهين مهنة المعاضيد بمناسبة زواجهم، والله يرحم أبوهم، وإحنا من البحرين تعنينا نيقف وياهم. أحب أبارك أول شيء لأخواني مبارك شاهين المعاضيد ومهنة شاهين المعاضيد، أصدقاء الطفولة طبعاً، وأحبها أنهم إن شاء الله يرزقهم الذرية الصالحة والله يتمم لهم إن شاء الله على خير. الله يبارك فيك وشكرا على الحضور، ورحم الله والديكم وبيض الله وجهكم جميعا. سعد بن علي صليطي الله يبارك فيه ويرزقه الذرية الصالحة ويبني بيته ويجعله من النصيب، وبيض الله وجههم. يا مرحبا بالجميع، وإن شاء الله الفال لهم، اللي ما قد تزوج يقدم إن شاء الله. عسى الله ربي يبارك له ويتمم له على خير ويرزقه الذرية الصالحة، أخو عزيز وغالي، وربي يطول بعمره ويبني بيته إن شاء الله. أبارك أخوي سعد، والله يوفقه إن شاء الله ويبني بيته ويرزقه بالذرية صالحة، وأشكر الحضور ما قصروا، وأشكر قناة ريان على حضورهم إن شاء الله. يا بارك حق ولدنا سعد، الله يبارك له إن شاء الله ويرزقه الذرية الصالحة ويجمعهم إن شاء الله على خير بإذن الله. طبعا بخصوص النصيحة، ما في يعني أقرب إلى القلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا حث
وديننا الإسلام يحث على الزواج، وكل ما كان الزواج مبكر كان أفضل للشاب وللأسرة المسلمة. بارك لأخونا سعد الله يبني بيته إن شاء الله يتمم له على خير، وننصح والله الشباب بالزواج والقدمة في الخطوة المباركة، وصلى الله العلي القدير أن يوفق بينهم إن شاء الله ويجمعهم على خير. بارك لأخونا سعد والله يبني بيته وإن شاء الله ويرزقه ذرية صالحة إن شاء الله. والله أخوانكم الإمارات جايين نهنى أخونا سعد بالعرس، والله يبارك له ويتم الأخير إن شاء الله. بارك في عمرك نبداك ومرحبا، والله اني صادق مرحبا تراحي بالحياة. الله يبارك في اعماركم ومبارك لاخواني يا عمي، ويتشرف بحضور الربع اللي جاونا، مرحبا بهم ومسهلا. الله يبارك في عمرك، مرحبا بكم ومسهلا، والله يعطيكم العافية على هذا التغطية الطيبة، والله يعطيكم العافية على القاعة على توفير كل شيء لنا. أبارك لهم في حفلهم ومبسوطين على سيرتهم على علومهم الطيبة، ومقول مرحبا بهم مليون اللي جنب بعيد واللي من قريب. بارك الله لهما، بارك عليهما وجمع بينهما في خير، وأنصح من عند قدرة ألا يتأخر، هي يعني تكملة نص العمر وتكملة الحياة الحقيقية. في شكر وتقدير لدولتنا العزيزة اللي يعني هيئت هذا المكان. نهنيهم ونقول الله يبارك لهم ويبارك عليهم، نسأل الله لهم الحياة الزوجية السعيدة اللي تنفعهم في أمور دينهم إن شاء الله، يجمعهم الله إن شاء الله على طاعته وخيره. وما بالنسبة للحضور نقول مرحبا بهم ترحب المطر، وأنتم أيضا مرحبا بكم، تغطياتكم مشهود لها ولكم بصمة في جميع الاحتفالات في قطر.
عبد الله ابن علي، سعدون ابن محمد، وعبد الله ابن جابر، عيال عمهم كلهم، ونقدم لهم التهنية ونقول الله يهنيهم ويعطيهم الذرية الصالحة، ونحث الشباب الباقين على الزواج، نبكر اللي عنده استطاعة منهم لا يدخل، ومرحبا وسهلا بالجميع. الله يبارك لهم ويبارك عليهم، وأهنى أنا أبارك لجميع الأخوان الأولاد عيال الأخ، وهذا العرس الجماعي مساعدة للأبناء في مصاريف الزواج وتكاليف الزواج، ومساعدة لهم، وإن شاء الله نكون على قلب واحد، وأرحب بالضيوف. مرحبا بكم بالربع ان شاء الله، والربع ان شاء الله معريس ومبروك عليهم ان شاء الله العرس، وعلى ربعهم ان شاء الله، ولا قصرت ولا كنت تسوي. والله طول عمر حندينا مهنين ومباركين لأخويانا وزملانا، والله يبارك لهم ويجمع ما بينهم في خير إن شاء الله. بارك المعاريس، ونهنيهم بهذه الليلة المبروكة لهم إن شاء الله، عسى الله يوفقهم في الدارين ويرزقهم الذرية الصالحة. وبالنسبة للضيوف مرحبا فيهم، والله يجزاهم خير، ونرحب بالجميع من بعيد ومن قريب، وهذه أبرك الأيام.